فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء بصوت عال للميت والناس يؤمنون خلفه في حال الدفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا مانع من الدعاء للميت من حين تخرج روحه وقبل الدفن وبعد الدفن وبعد ذلك ولو طال الوقت، دائما يدعى للميت إذا كان مسلما، ولكن لا يرفع الصوت عند القبر ولا يدعو واحد والبقية يؤمنون، هذا لم يرد به دليل، وإنما كل يدعو له بنفسه ولا يرفع صوته بذلك. نعم.